السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم منوعة أم رؤية. اليوم جيت نشارك معكم السمن المغربي التقليدي. هنا صراحة الوالدة ديالي هي اللي صوباته وقلت لي مالا نشارك معكم الطريقة ديالها. هنا كيف شفتوا عندنا هنايا الملح جوج معالق وجوج معالق ديال الزعتر، غادي نديروهم في كسرونة. هنا ما صورتش هاد اللقطة، نديروهم في كسرونة ونديروهم مع الماء يطبخوا مزيان مزيان. وغادي ندوزو هنا ناخذ الزبده البلديه، هنا عندي نص كيلو ديال الزبده بلديه. وغادي نبقاو نغسلوها بالماء، يعني كيف كتلاحظوا في الفيديو كنبقاو نغسلوها وكنحيدوا من هذاك الحليب. علاش؟ حيت الا بقى لينا هذا الحليب هذا في الزبده ما تيصدق ليناش السمن وكيخسر. يعني نبقاو نغسلوها حتى يولي هذا الماء اللي كتشوفوا يولي الماء نقي. كيف غادي تلاحظوا نيت في الفيديو، نخليكم مع الفيديو. هنا كيف كتلاحظوا راه الماء تقريبا بدا كيخرج لينا المبيض، يعني صافي، يعني ما بقاش بيض بحال قبيله. صافي، هنا غادي نصفيوها. صافي، هنايا بعد ما غسلنا الزبده ديالنا مزيان، هنا غناخذوا كيف قلت لكم ديك الملحه والزعتر، غادي نطيبوهم في كسرونه مزيان وغادي نصفيوهم. يعني طريقه عاديه، غناخذوا الملحه والزعتر نديروا معاهم الماء، كميه من الماء تقريبا واحد الكاس كبير، ونديروهم يطبخوا مزيان حتى يطلقوا داك اللون ديال الزعتر مزيان. صافي، ونحيدوهم ونصفيوهم، نحاول نصفيوهم مزيان. صافي، وغادي ناخذوا هذا الخليط وغادي نبداو ندخلوه في هذه الزبده شويه بشويه، يعني غادي نعجنوها بهذا الماء اللي كيكون مملح وفيه الزعتر. صافي، هذو هما المقادير باش كنصوبوا السمن. يعني الطريقه راه ساهله، غير هو خاص الزبده تكون مغسوله مزيان. صافي، غادي نبقاو ندلكوها بهذه الطريقه باش يدخل مع هذيك المليحه والزعتر مزيان. كيف كتلاحظوا صافي، كيف كتلاحظوا كنبقاو ندلكوها مزيان بحال كنعجنوا في شي عجينه بحال هكا، باش هذاك داك الملح وداك الشيء يدخلوا فيها مزيان.
كنصفيو هنايا كنصفيوها من هذاك الماء. صافي وهنايا كنعاودو نزيدو ليها الكاس الاخر. كنت هنا داك الخليط عطانا جوج كيسان ديال الزعتر والملح. صافي وهنايا غادي نخليوها ترقد في هذا الماء. الاول حيدناه والثاني غادي نخليوها ترقد فيه باش يدخل مع هذاك الملحه والزعتر مزيان. نخليوها تقريبا واحد ليله كامله ونرجعوا باش نكملوا الخدمه ديالنا. هنا درنا لها السلوفان باش ضروري نغطيوها باش ما تشمش لينا شي ريحه من الثلاجه. صافي نخليو في هذاك الماء ونحتفظوا بها. هنايا من بعد ما دازت ديك الليله كامله هنا نكونوا حضرنا قريعات، نكونوا عقمناهم يعني تغسلوا بالماء والخل وتكونوا ناشفين مزيان مزيان مزيان، يعني ناشفين ما يكونش شي نقطه ديال الماء باش ما يخسر ليناش السمن ديالنا. صافي وغادي ناخذوا غير هذيك الزبيده بحال هكا ونديروها في القراعي ونخليوها. الطريقه راه سهله والحاجه ديال الدار كتكون زوينه واقتصاديه. صافي وهنا غادي نعمروا القريعات. صافي هنا بعد ما كنعمروا القرعه وداكشي صافي غادي نغطيو عليها بشي بلاستيكه ولا شي حاجه عاد نديروا الغلاقه ديالها ولا ناخذوا دوك القرعات اللي كيكونوا كيتسدوا مزيان ديال الترقاد ولا هذا. صافي وكنخليوه واحد شهر ولا هذا عاد كنبداو نستعملوه بين ما وجد مزيان. يعني دابا راه مازال ما كنخدموش به من زعما من الاول. صافي كيكون هذا هو السمن ديالنا. كنتمنى تكون الطريقه ديال الماما تكون عجباتكم وشكرا لكم على حسن المتابعه وما تنساوش تخليوا لي لايك واشتراك وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتكم منوعات ام رؤيه.